تكسرت فرد نوم. طلقت زوجتك؟ ايه. شو تسوي العيال؟ الله اكبر. اطفال عندك؟ لا. وياما تحكي وياما اسوي شري. ياما اسوي شري تحكي وياه. وياما جاوبنا عن جاوبك انا. شوف انت الكاميرا لك. ايه. وتجولك وانتم تعرفون اني انت يمكن تتابع البرنامج. ايه تتابع. اخذ راحتك بالكلام وسولف اللي تريد. ما يحتاج، كم واحد بواحد يحكي وما يفيد وياهم الحكي. تعال تعال بس تعلمني. تعال تعال. شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الله بخير الحمد لله. خيرك؟ حبينا نسلم عليك بس. على... تعلمني تعال. والله العظيم حبينا نسلم عليك بس. يحفظك. يعطيك صحة وعافية وطولة العمر ان شاء الله. بنور قلبك. مشتاقين لك والله. يحفظك. بنور قلبك. تشتغل هنا؟ حمال بالشورت. حمال بالشورت. شلون؟ حمال بالشورت. باشا بس السماعة شوية. ايش عجب؟ ايش عجب ما لقيت لك شغلة وظيفة شيء؟ يا وظيفة، وينك وظايف؟ ليش؟ بكالوريوس وقاعد عندي شغل حمامي ويانا. خريج بكالوريوس؟ وحق هذا والله الفقاية. ايه؟ بكالوريوس وقاعد يشتغل ويانا حمامي. بكالوريوس. زين؟ والله العظيم. أنا عندي حمال وياي اسمع علاوي بيته بالناصرية. بكالوريوس زين ليش شغل حمال وينك وظايف؟ هي الدولة ما بيها خير. زين وينك؟ شغل يوم اكو يوم ماكو بس احنا عايشين الحمد لله. وين ساكن؟ بالفضل. بالفضل؟ اشتغلت بالعربانة. بالعربانة صار لك ايش قد تشتغل هاي الشغلة؟ هواية صار خير من الله تقريبا يعني فوق 10 سنوات. انت ظهرك مكسور. شنو مكسور؟ متزوج؟ منفصل. من ورا العيشة جايفة. بس من ورا العيشة أنت تكسرت فرد نوم. طلقت زوجتك؟ إيه. شو تسوي العيال؟ الله أكبر. أطفال عندك؟ لا. وياما تحكي وياما أسوي شري. ياما أسوي شري تحكي وياه. وياما جاوبنا عن جاوبك أنا. شوف أنت الكاميرا لك. إيه. وتجولك وأنتم تعرفون أني أنت يمكن تتابع البرنامج. إيه تتابع. اخذ راحتك بالكلام وسولف اللي تريد. ما يحتاج، كم واحد بواحد يحكي وما يفيد وياهم الحكي. كم واحد بواحد؟ هسه تقرب شيء ابو سايب هسه من يفوت من هنا مصعد الجامات مالته والتمرين مصعد. من ايش واحد حمال يضل يطبط فيشر عليه. ليش؟ يقول لك وخر يضل يطلع، زين انت صاعد شاعد تبريد انت واشوف الحمال ابو مشعول. صيح الحمال تحكي يا تسكت. تبتلي تتضارب ويا حضر عمامك. وياما تحكي. نوب المسؤولين هذا ابو التاكسي وش بده يحكي وياك؟ نوب المسؤولين؟ والله العظيم هسه انت كل مكان انت تلزم عربانه في الجام تعال تطبين انا اللي في الشارع عليه كره زايد زايده الناقصه ونقول الحمد لله ظهرك مكسور وتشتغل حمال ويجي عليك ابو سياره يجي علي ابو سياره مو بس عليه. كم مره مر الرزايد عليكم عمي؟ كم مره مره يفشرون؟ واحد من يحكي يحكي الفشر على الله السائق العادي لو منو؟ العادي ولا اقول لك العادي فشر انه اهل الدوله ذاك يوم واحد من هنا من اهل البقد يطلعون الفلوس يفشرون واخذ لك زمال ما زمال يقول لي باوعد عليه هيك شو يحكي وياك؟ واحنا صرنا زمايله ماكو حشاك اي والله العظيم والله العظيم باقي لنا بس عرمانه واذا اتفق واحد يسوق بينا بعد لا حشاك والله العظيم صار لنا كم سنه بهاي الشغله حشاكم والله زين وياما تحكي زين احنا الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر احسن ما طول دار شغل بعرق جبين الحمد لله ولا مدي جان الواحد والله العظيم الحمد والله لله. انا انزل هنا بخدمتكم ذهب حتى اوصل صوتكم تم عدل اوصل معاناتكم تم عدل والله زين. والله بخدمتكم كلكم يرحم امك وابوك زين وربي يحفظك يعطيك الصحة والعافية ويقويك ان شاء الله صحة وعافية حياك الله.